حلقه جديده من برنامج سكر بر. موضوع الحلقه النهارده شهر رمضان. شهر رمضان في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام تحول من كونه شهر عبادة وشهر صوم وشهر ان احنا نتقرب فيه من ربنا ونفتكر معاناة الشخص الفقير الى شهر ملذات وشهوات ومسلسلات وحاجة تقرف الكلب. يا ريتها مسلسلات عدلة، يا ريتها مسلسلات كويسة انت بتستفيد منها. كل اللي بنشوفه في المسلسلات الفاظ زي ده. دين انا خارة يا فادي، انا النهاردة اول مرة احس بجد قد ايه انا خارة. عايش عشان افشخ نفسي وافشخ كل اللي حبوني. والمسلسل ما ينفعش يمشي ولا يبقى كويس ولا يبقى جميل من غير المزة، الحتة، البتاع. I am free lady. في الحرب والفرادة اللي احنا عايشين فيهم دول، كل اللي انت بتفكر فيه وانت صايم المية. ان انت بتبقى حران وطهقان وزهقان وقرفان ويجي واحد في الشغل بمنتهى السماجة يقول لك ايه يا عم انت مالك متضايق ليه؟ انت مال امك؟ ابن الكلب ده فاطر وبيقوم زي الطين في رمضان لما مراتك تيجي تقول لك قبل الفطار باربع ساعات ان في ناس معزومة على الفطار وانت ما تعرفش. 2 كيلو موز، 2 كيلو برتقال، 2 كيلو ورق عنب، وصينية حمام، وصينية بط، والبفتيك لازم البفتيك عشان ما حدش يقول حاجة. كل اللي انت حوشته في ال 11 شهر اللي فاتوا بتصرفهم في اليوم ده. المشكلة ان الناس الضيوف دول ما بياكلوش اكل طبيعي. بياكلوا زي ما كنت ده اخر اكل. بياكلوا زي بالظبط. شفت فيلم فاكر الاسلام؟ ما ينفعش تتكلم عن رمضان من غير ما تجيب سيرة برنامج رامز جلال. ده بقى الراعي الرسمي لرمضان. يعني رمضان ما ينفعش يجي من غير رامز. رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز ابن ولما تبقى راجع من بره في عز النهار تلاقي اخوك او اي حد من البيت مشغل بقى المسلسلات وعمال بقى ايه يقلب بقى واحد ورا التاني. يا ابني انت بتعمل ايه؟ انا بسلس يومي. وبيبقى منظرك زي الزفت لو حد قفشك الصبح وانت واقف في المطبخ. انت راجل محترم بريء مش بتعمل اي حاجة، بس هو القدر لازم حد يقفشك الصبح وانت واقف في المطبخ ما بتعملش اي حاجة. انا لو حلفت لك ان انا كنت جاي اجرب الولعات عمرك ما هتصدق. ولو انت من عامة الشعب المقهور واضطريت ان انت تركب ميكروباص، الراعي الرسمي سواء الميكروباص السجارة وازازة البيبسي المشبرة، ولو مش هيشربها هو حاططها قدامه كده وبتنقط بقى قدامك ويشتغل بقى معاك ايه؟ عذاب النفس. يا عذاب النفس واخدني لفين؟ قضيت وياك الليلة بسنين. يا عذاب اخر ساعة في الصيام هي دي اصعب ساعة في الصيام. بص بتحس ان انت بقيت دخلت ثقب دودي بيتوقف فيه الزمن. لقيت الحنين فرتك الترنج اللي انا لابسه. الثانية بتعدي في اربع سنين. الثانية بتعدي في اربع سنين. بص بقى اللي هو انت خلاص هي دي اللحظة الفارقة. اصوم او لا اصوم. تلك هي المسألة. هاشتاج هاملت. خلص الصيام ونبدأ في التراويح. التراويح الناس اللي بتروح التراويح وبتاخد عيالها الصغيرة معاها. حرام عليكم انا اتهريت. انا ما ينفعش ابقى بصلي وراكع ويجي الواد بمنتهى العيال صوابعها لسه معلمة.
كل سنة طيب. في الآخر كل اللي احنا عاوزين نقوله إن رمضان شهر عبادة وشهر صوم وشهر تقرب لربنا، ما ينفعش إن احنا نحوله لشهر الجري والشهوات وبنعمل فيه كل حاجة حرام. ربنا يهديني ويهدي كل الناس وكل سنة وانتم طيبين تاني. بالنسبة للتحدي، التحدي اللي كسب المرة دي هو تحدي بسنت عبد الوهاب، وكان تقيل إن أنا آكل النوتيلا الحجم الكبير، بس احنا عشان المنتج بخيل. لا يا جماعه بهزر، هو مش بخيل ولا حاجه، هو بس ده اكبر حجم احنا لقيناه. ف التحدي بتاع الكسب وهنعمل ارمى محمد ضحى احذف ال كتره من اي حاجه وحشه مش عارف. والمصحف مقابل الموضوع اصعب ما كنت متخيل بكتير. ده اللي اقدر اعمله، ده اخر حاجه انا قدرت عليها، انا فعلا جبت اخري. بسنت عبد الوهاب كانت ذكيه شويه وقالت ان انا لو ما قدرتش اعمل التحدي لازم اعمل 50 ضغط، فطبعا بما اني ما قدرتش هعمل 50 ضغط بعد اللي انا عملته ده يعني. وخلاص تقريبا اصلا فاضل حاجه بسيطه بس 50 ضغط. ما تنسوش سبسكرايب وشير ولايك وسيبوا لنا تحدياتكم في كومنتس. اشوفكم الحلقه الجايه.